والآن أدعو فخامة الرئيس محمد يونس المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي لإلقاء كلمته فليتفضل. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس القمة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية السيدات والسادة، يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى حكومة المملكة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال منذ أن وطأت أقدامنا هذه الأرض الطيبة المباركة، وأهنئكم على توليكم رئاسة القمة. كما أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون لما بذله من جهود دؤوبة ومميزة خلال ترأسه فترة الدورة السابقة. إنه لمن دواعي اعتزازنا بالأخوة العربية المتابعة الدائمة لجامعة الدول العربية على مستوى القمة وعبر كل هياكل الجامعة للأوضاع في ليبيا، والتي تتجلى في جملة القرارات المتخذة بشأن الأوضاع في ليبيا على مر السنوات الاثنى عشر الأخيرة، وهو ما يجعلنا نطمح إلى دور أوسع وأوضح للجامعة العربية من خلال دعم جهود ودور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاز الاستحقاق الانتخابي بانتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي 2023، ووضع ترتيبات مالية لإدارة الإيرادات والمصروفات للدولة الليبية بملكية وطنية خالصة. وفي إطار الجهود المبذولة لتوطيد الاستقرار والأمن، يواصل المجلس الرئاسي الإشراف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على عمل لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتستمر على الصعيد السياسي مساعينا الجادة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي من ضمنها دعم خطوات التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6+6 التي أوكل لها المجلسان التوافق حول القوانين الانتخابية. السيدات والسادة، إننا في ليبيا ندعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي وراء بالصدع ونبذ الخلافات بين بلداننا، وفي هذا الصدد نثني على جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في لم الشمل العربي الذي أدى إلى انعقاد هذه القمة بكامل أعضائها، كما نبارك ونؤيد جهودها الهادفة للوصول إلى حل شامل ومقبول ومستدام في اليمن الشقيق ينهي الأزمة بالتوافق بين الحكومة الشرعية والحوثيين. كما إننا نبدي استعدادنا إلى الانخراط في الجهود المبذولة في حل الأزمة السودانية بما يؤدي إلى إنهاء الاقتتال بين الإخوة وبما يحفظ الاستقرار في منطقتنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، من خلال هذا المنبر ندعو أشقائنا العرب إلى تبني موقف موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. كما نجدد تأكيدنا على ضرورة توظيف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي وتحقيق هدفها إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أن شعبكم الشقيق في ليبيا ارتبط وجدانيا بقضية العرب المركزية القضية الفلسطينية منذ اللحظة التي نهض فيها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لمقاومة مشاريع الاستيطان في أراضي فلسطين التاريخية، وإننا ندعو في هذا الإطار إلى تنفيذ كافة قرارات الجامعة العربية الداعية إلى دعم صمود وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة
وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويظل موقف دولة ليبيا ثابتا وراسخا في دعم شعبه الفلسطيني ومساندة نضاله وكفاحه حتى ينال حقوقه المشروعة، ورفض أي تغيير على الوضع القانوني لمدينة القدس، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأي قرارات أحادية تؤدي إلى عرقلة جهود السلام، كما نجب وندين ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتعديات. تقبل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وأصحاب المعالي والسعادة والسيدات والسادة تمنياتي لكم بموفور الصحة والعافية والسداد، ولبلداننا الشقيقة التقدم والازدهار، ولإخواننا في السعودية التقدير والامتنان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس محمد يونس على كلمة